ورجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء، وفقرة جميلة جدا جدا جدا. بمناسبة إن العيد قرب، كل سنة وأنتم طيبين وكل الستات طيبة يا رب والبنات. معانا فقرة عن الجمال، معانا خبيرات التجميل فاطمة حسنين ودعاء ناصر، وبرحب بيكم. أهلا أهلا وسهلا وسهلا بيكم. بك نرمين، مصر سعيدة جدا. كل سنة وأنتم طيبين الأول. حبيبة قلب وأنت طيبة، تسلم لي عيونك يا طبعا رب. احنا العيد قرب، وعايزين بقى نتكلم عن جمال المرأة في المساج، وكمان موضوع الماسكات، ان انا لو عايزة اعمل ماسكات في البيت مش شرط دايما او الوقت متوفر لكل ست ان هي تروح المراكز التجميل او البيوتي سنتر، فايه البدائل اللي اقدر اعملها في البيت عشان اهتم ببشرتي؟ بصي يا ست، حاجات بسيطة جدا حاجات بسيطة جدا ممكن تجيب الست في البيت، ترمس من عند العطار، تمام. ترمس عادي جدا، تحط على الترمس شوية لبن صغيرين، مية ورد، أي حاجة عندها في البيت، تمزجهم في بعض، تقلبهم في بعض تقليبة كويسة، تكون جايبة شوية مية، مية بس، أو أي حاجة عندها في البيت، دي وصفة يعني وصفة وصفة طبيعية، طبيعية مكونات جدا، طبيعية من عند وصفة العطار، طبيعية جدا، ده من غير ما هي سكراب، تلجأ ده لمراكز سكراب التجميل ولا حد يغلي عليها أسعار ولا أي حاجة خالص، رغم إن أنا عايزاهم يجوا عشان يدفعوا. يعني ترمس ترمس موارد. مطحون، تحط تجيب طمي مغربي، كل الحاجات دي متوفرة من عند العطار، حاجة تمام. سهلة جدا. ترمس، تضيف على الترمس حبة لبن صغيرين، تمام لبن نيدو، لبن سايب، مية ورد، أي حاجة خفيفة، تمام وتقلبهم في بعض لحد ما يديكوا كده حاجة مزيج حاجة تقيل حاجة شوية. طرية، بس كنت حابة حتى شوية مية على عندها في البيت على البوتاجاز، تغلي المية بس كنت حاطة فيها زهرة البابونج، زهرة البابونج دي فيها زيوت طيارة بتديكي نضارة للبشرة. أول حاجة تحط الفوط على وشها لمدة بس 10 دقايق، 10 دقايق، 5 دقايق، حس بس السخونة، تشيل وشها، تفرك يعني وشها، بتحط الماسك تحط، لا وتحط لا لا، قبل ما الفوطة. تحط الماسك خالص، اوكي. قبل ما تحط الماسك خالص تحط وشها خالص عشان تفتح المسام، عشان تستفيد بالماسك، تستفيد بالماسك ازاي لو هي وشها في اتربة وفي وساخة، ما ينفعش، مش هتستجيب لل تمام. هي بتحطه بس ما بتفركوش لا ولا لا، اول بتعمل حاجة بيه الوش خالص، اول حاجة جامد. خالص تفتح المسام اولا، بعد كده تمسح بشرتها، الفوطه تكون نظيفه عشان تفتح المسام، بيبقى فيه قابليه ان هي تستفيد بس بالماسك. بتمسح وشها عادي؟ اصل انا دايما اعرف موضوع الترمس ده يقعدوا يعملوا لا، جامد هي لا، تمسح ما ده وشها كده دي في قبل ما البدايات يحط خالص يا مروه، الترمس. دي في البدايات خالص اول حاجه خالص، بعد كده مسحت وشها وظبطته، تحط بقى ايه الماسك، توزعه كله وترجع مره تانية تحط وشها، بتكون بس جايبه فوطه مغطيه وشها عشان تستفيد بالبخار على بشرتها كله، تزهق تبعد وشها شويه وترجع مره تانية لحد ما تحس وشها خلاص هي سخنت، بس ما تكونش لابسه اي حاجه عشان اكسسوارز ما ولا اي تلسعش حاجه. بشرتك خالص. طيب، هو الماسك ده ينفع لكل انواع البشره ولا في انواع معينه ينفع معاها بص، بس؟ عامة الترمس ده يمشي مع أي بشرة، الطمي المغربي مع أي بشرة، إلا الحاجات دي حاجات طبيعية، إلا الحاجات اللي إحنا نجيبها، المساحيق اللي هي نجيبها جاهزة من مراكز من مستحضرات التجميل، دي بقى انت عارفه نوع بشرتك ايه، تجيب الحاجه اللي ماشيه مع بشرتك. يعني قصدك الحاجات الطبيعية الحاجات مش الطبيعيه مؤذية دي للبشرة حتى لو خالص، ده حساسة؟ ترمس، ميه ورد، لبن، تحط لبن عادي عندك في البيت، لبن نيدو، لبن سايب، أي حاجات ما أي أنواع بشرة حاجات يعني. طبيعيه جدا، والميه بتكون فيها زهره البابونج، مفيش عندك زهره بابونج، ليمونه، ليمونه بالقشره عشان تستفيدي بيها. ومتهيألي برضو الترمس ده بينفع للجسم كمان مش بس عمال للوش. دلوقتي بنتكلم على البشرة على بس. الوجه. ترمس بقى لو هي حابة كمان حاجة تانية أضيف، تعمل حمام مغربي، مش قادرة تيجي بيوتي سنتر تعمل حمام الحمام مغربي المغربي في ده البيت، ستات كتير عايزة ولا تعمله. رغم ان عايزاها تيجي عشان تدفع. بقينا لا مديين قوي. بس لا، هو الفكرة ان انا احنا النهارده، بنساعد ستات انا البيوت النهارده بالظبط. طالعه زي ما كنا اصل مش كل متكلمين انا الناس، مش ومروه، بس كده يعني، في ناس كمان بتشتغل ما عندهمش وقت وقت ان حتى هي تيجي، يروحوا اي بيوتي فقلنا سنتر، نعمل حاجات مهتمة طبيعية جدا بولادها. في البيت للست تساعد نفسها ان هي بدل ما عندهاش وقت تروح مراكز التجميل،
وهي ممكن تعمل الصبح قبل ما تنزل شغلها، بالليل قبل ما تيجي من الشغل لو هي ست بيت قاعده، ابنها بيلعب، ابنها نايم شويه، ابنها في المدرسه، في الحضانه. يعني توقيت العمايل الحمام المغربي للجسم، يعني في توقيت مناسب؟ الحمام المغربي مره في الشهر المفروض، مره في الشهر، مره في الشهر، مره في الشهر. طب طريقته بقى في البيت ايه؟ طريقته في البيت يا ستي الليفه المغربي اكيد مدام حمام مغربي. اولا نجيب الليفه المغربي، البانيو نظيف مرتب خالص عشان ما فيش عندك البانيو، كل البيت بيستحمى فيه. هي تغسل البانيو غسله مرتب حلو قوي، وتقفله، تملى البانيو ميه سخنه على نص، على قد ما هي بقى، هي حجمها تخينه رفيعه، حجمها مع يعني البانيو هتعبي عليها. تمام. بس تحط فيه شويه زيت، سوري، تحط كنا بنتكلم الخل تقريبا، خل 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 طبيعي، خلي العادل في البيت، خلي تفاح، اي خل عندك في البيت، خلي طبيعي او خل طبيخ عادي، عشان الخل بيخليكي بيديكي، يخلي الجلد يتغلغل في داخل الجلد، الخل ويعقم الجسم. في كمان ملح البحر، ملح البحر الميت ده عشان الطاقه السلبيه، دي حاجه تانية خالص. والله ده بعيدا عن الحمام المغربي. حلو برده، ممكن تحطه مع الحمام المغربي، يعني ممكن تحط مع الحمام المغربي، ممكن تحطيه انت بالليل لو عندك توتر نفسي وعايزه شويه ترتاحي، دوشه بقى، خلصتي شغلك واولادك وبيتك كله، بانيو وميه سخنه وحطي فيه شويه ملح وشغلي موزك. لا احنا بس كده كده يبقى يعني غير تعملي مغربي بقى الوقت ده، مش عايز مغربي الوقت ده، يتردونا من البيت، ياخد منك الطاقه السلبيه. لو انت مش عندك وقت تنام في البانيو، في رجليكي، ايديكي، اغسلي بيه ايديك، اغسلي بيه وشك. طيب ده عن الطاقه السلبيه، خلينا نرجع نرجع نكمل في الحمام المغربي. لا الحمام المغربي ده أولاً مهم جدا. اولا زي ما قلنا تملي البانيو ميه سخنه، تنام في البانيو بقى، بس اهم حاجه تكون واخده الشاور الاول، عشان لو عندها جسمها حاطه كريمات، حاطه زيوت، يبقى عامل عازل، ما يبقاش فيه تفاعل للمسام مع المسام، وال بتعمل حمام مغربي ما يبقاش فيه فرق عندك، وتطلع الطبقه الميته من الجسم. بس تقعد بقى خلاص تاخد الشاور وتقعد في الميه ال 10 دقائق اللي هي 7 دقائق، عشان في ناس بتزهق من الميه السخنه، بيجي لها هبوط، لازم تكون فطرانه. بس دي بقى تكون عندها الصابون برده، حاجه دي سهله جدا، الصابون ده بالعطار بحاجات رخيصه جدا، يعني ممكن صابون حاجه إيه بقى؟ صابون مغربي، صابون مغربي يبقى لونه بني كده، الزيتون وتفتحه، ست الشاطر لازم تفتح وتشوف هل هو تقيل ولا سايب زي الميه، هو ده الكويس التقيل، التقيل هو الكويس اللي هو يقعد معاك على طول، تاخدي الحته حته صغيره تملى الجسم كله، ده بعد ما خلاص خدت، لا لا لسه بعد الشاور، بعد الشاور وقعدت شويه من 10 دقائق ل 7 دقائق الميه السخنه بالخل، تقوم تقف وتحط على جسمها الصابون، الصابون، وتقعد بقى تنام تاني في الميه، تاني في عشان تستفيد بقى بالصابون اوكي تمام. بس تكون جايبه الليفه، مش بتسال على الليفه، ايوه الليفه المغربيه الليفه دي بتتدعم تاني في الصيدليه، عادي عطار اي عطار، تعالي خدها من عندي هديه برضه تمام. كملي لنا بقى بعد كده، بعد تقعد بقى من 10 دقائق ل 7 دقائق تاني، تشطف بقى جسمها وتفضي البانيو كله، كنا عليفه في ميه سخنه بخل عشان تبقى متعقمه، فيها ليها فتره متغلفه ومركونه، تبقى طريه كمان. ما ان خل التفاح ده يعني انت بتنبيه عليه عشان الجسم، وتفاح جميل جدا عشان كمان يرموا، بس اي خل حتى بس يعني خل التفاح بتهيألي التفاح بالذات عشان السلولايت والخطوط البيضاء، ده جامد جدا، انت نفسك دي باخد شويه ممكن تمسحي بيه وشك بقطنه. هنتكلم دلوقتي عن المساج البشرة، ازاي تبقي قمر زي كده، اكيد طبعا بس طيب. بعد كده خالص بعد ما تشطف جسمها من الصابون، تجيب بقى تكون حاطه ايه، ترمس، جايبه بقى الترمس حاطه عليه شاور عشان يبقى معاها بعد الحمام المغربي بعد ما هي خلاص فركت جسمها، تمام، تجيب بقى ترمس بالعسل، تحط عليه عسل، تحط عليه لبن، اي حاجه هي تحطها عندها. بس بعد كده تفرك بقى جسمها كله، ما تخليش ولا حاجه، كله جسمها. وفي الوقت ده يا ريت تبقى هي في الوقت ده تحط حمام مغربي على شعرها وهي قاعده نايمه في البانيو. طيب ده بالنسبه للماسكات. هنبدا مع استاذه دعاء. حاجه لطيفه قوي، الرموش، اكيد كلنا نفسنا تبقى رموشنا شكلها حلو، عينينا حلوه ورموشنا طويله،
والضوافر طبعا. كل الناس دلوقتي مركبين رموش وضوافر. يا ريت تكلمينا الاول نتكلم على الرموش. الرموش يعني انا دلوقتي جايه لك انا ما اعرفش خالص ايه انواع الرموش اللي بتتركب. انا بقول لك اختاري لي نوع. هل بتفرق من حد لحد في طبعًا. ايه انواع بتقعد وقت قليل كتير كده يعني؟ طبعا في انواع بتختلف يعني. في 1 باي 1 بتبقى لو هي رموشها قصيره وخفيفه بتحتاج كتير جدا ان هي تخفف كثافه الرموش اللي هي بتعملها عشان ما تضعفش عينيها. وعلى حسب, في ناس بتبقى ما شاء الله عينيها كثافتها كتيره جدا فبعمل لها الشكل اللي يليق مع وشها. يعني مش كل رموش لا. تنفع مع كل الناس. لا, في ناس بتيجي تطلب مني كثافه عاليه جدا ما بقدرش اعمل لها كثافه عاليه عشان رموشها بتبقى ضعيفه جدا. فبنصحها ان هي تعمل واحده واحده احسن. طب قولي لي يا دعاء, كل رسمه عين ليها رموش معينه؟ يعني مثلا في العين المسحوبه, في العين الضيقه, في العين الواسعه, فكل حاجه ليها طول في الرمش وسمك. دي حقيقه معين. في مقاسات بيبقى فيه, بيبدا المقاس من 8 لحد 15 على حسب جفن عينيها بيبقى لايق معاها ولا لا الطول. يعني مثلا في ناس بتحب توسع عينيها فبعمل لها اقصر تبدا على طويل بيدي معاها سحبه ووسع عينيها. اكيد في ناس ما شاء الله عينيها بتبقى واسعه فبيبقى مش فارق معاها بتبقى عايزاها تضيق كمان شويه, بعمل لها في النص طويل وبينزل الجناب على اقصر شويه. نشوف فعلا الصور بتاعت تركيب الرموش. اكيد اكيد الاعداد محضر لنا الصور. دي بقى اشرح لنا بقى يا دعاء, دي كده اللي فوق ده قبل, اللي تحت ده بعد ما ركبتي الرموش. ايوه. المفروض بقى انت بتركبي دي اللي هي باي 1 باي 1؟ لا دي 2 دي. تمام. دي بقى بتقعد قد ايه؟ هي المفروض بتبدا ما بتقعد معاكي شهرين وبتختفي خالص, وعلى حسب ما انت بتبقي محافظه عليهم. يعني مثلا في ناس كتير قوي بتجيلي كل شهر بتعمل ريفيل بتبقى محافظه عليهم, في ناس كل اسبوعين بتبقى محتاجه تعمل ريفيل على حسب استخدامها هي وعلى حسب الكثافه اللي انا حطها لها. تمام. يعني دي بوستي دي برضو رموشها دي حاجه 1 باي 1, دي حاجه جداً. خفيفه جدا. يعني ال 1 باي 1 بتبقى اقل يعني. تبقى اقل كثافه. طيب الضوافر بقى. يا ريت تكلمينا برضو على انواع الضوافر اللي هو في كلاسيك وفي اومري وفي هارد جيل. الكلاسيك بيبقى عباره عن درجه واحده خالص, كلاسيك بينك او شفافه خالص, او ممكن تحتاج برضو الوان يعني لو عايزاها ابيض. وعندي البودر نفسه بتبقى هي طبقه واحده. الامبري بيبقى على حسب برضو اي لون هي عايزاه بينزل مدرج. وفي هارد جيل بيبقى برضو شفاف بينك وهي تحب تحط عليه اللون وتختار اي شيب اطوال. معانا دلوقتي صور الضوافر. ده امبري فرنش مدرج. أكليريك. ده الامبري, هي الامبري اللي هي درجه الالوان بتبقى فرنش ابيض يعني. نازل على البنك. ده هارد جيل وهي حاطه لون. طب برضو في حاجه عايزه اسال فيها يا وده بقى. امبري ده صح. بالنسبه يعني انا ملاحظه كل ايد ليها شيب حاجه معينه. يعني مثلا طول. دي شايفين الضوافر طويله. لا دي طويله جدا. هي بتحب كده, هي واحده مش بتشتغل في البيت كتير فبتبقى طبعاً. مش محتاجه ان هي يعني تخلي بالها من اطوال, تخلي بالها من شيب معين او كده, فهي لسه صغيره فعادي يعني مش بتشتغل يعني في البيت. معنى كده ان كل ايد ليها شيب معين. شيب معين لطول الضوافر صح. دي حقيقه. يعني في ناس بتجيلي السبيس بتاع ضوافرها نفسه صغير جدا ما ينفعش اعمل لها طول اطول من السبيس بتاع ضوافرها. يعني دي مثلا تالي نورمال قوي طول الضوافر. لا دي طويله بس هي يعني برضو. بس تالي يعني الواحد اما هيعمل ضوافر يحب انها تبقى شكلها باين طويل. هو كله بيقول لي الطول المظبوط عشان معظمه يعني بيشتغل برضو في البيت. ومعظمهم بيحب الاكليريك اكتر عشان الاكليريك بيبقى هارد اكتر من الهارد جيل يعني قوي.
بيستخدم بقى والوقت اللي هي بتقعده، هل مثلا لو واحده بتشتغل كتير في البيت في الميه هو ليه اثر؟ طبعا عشان احنا الخامات اللي بنستخدمها بتبقى خامات امريكيه، فالامريكان هناك بيبقوا دايما جلافز وحاجات غيرنا خالص، فهم استخدامهم ارق مننا، فاحنا بيبقى اللون طبعا بيختلف. الست المصريه دي حقيقه غسيل مواعين، ما هو ترتيب البيت طبعا دي حقيقه، ما هو عشان كده الاكليريك انسب حاجه ليهم. الاكليريك طب ما يديني شرح اكتر، يعني مثلا عروسه جايه تعمل الضوافر هتعمل ايه؟ يعني هتركب ضوافر لو ما عندهاش ضوافر اصلا اللي هو يعني مش مربيه بس بتاعها صغير جدا، هينفع اصلا هي ممكن لو هي كانت حاجزه قبلها هقول لها تيجي تعمل، بحيث ان هو على ما يجي على فرحها يكون طول شويه، يعني كتير مثلا تعمل قبلها بشهر وتستمر معاه في الريفيل، يكون على ما الفرح بتاعها يكون طول. طيب نرجع لفاطمه. ايوه اتفضلي فاطمة، ممكن سريعا جدا نتكلم عن، احنا اتكلمنا عن الماسكات، نتكلم بسرعة قوي عن المساج البشرة. بصي المساج البشرة ده مهم جدا 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 للست. الست ما تهتمش، يعني في ستات تهتم بوشها تسيب جسمها، في ست مثلا تهتم بجسمها وتسيب مثلا تبقى بشرتها هلكانة، تروح الجيم تهتم بجسمها وما تحافظش على بشرتها. البشره المساج البشره ده مهم جدا. بصي زيت الارجان ده حلو قوي للبشره، زيت الارجان انصح كل ست الارجان ده يكون عندها على الكومودينو. بس حتى لو بشرتها دهنيه زيوت ما ملوش دعوه، الارجان ده حاجه طبيعيه يتشرب، تاكليه في الاكل تشربيه، مفيش عندك تقدر تجيب ارجان، ارجان لازم كمان من المغرب حد يجيبه لك اصلي بيور. طب لو في بدائل بقى، بدائل يعني خلينا نبسطها على الست المصريه، زيت الزيتون في كل بيت، في زيت الزيتون في البيت مفيش زيت الزيتون معاه نشربه بقى حطيه على السلطه، تحطيه تاكليه بالبيض في اي حاجه، بس تجيب بس حته زيت حطها هنا ونقطه هنا والزيت، وتجيب تبصي كده اول حاجه تبدا من هنا الشرح. من هنا لهنا كده بصي كده تمام، وتجيب لازم الصباع لازم الايد دي تكون الناحيه دي كده، ما ينفعش كده لا لازم كده اتنين، واحده كده واحده كده، وتجيبه لازم تكون دي تشد العضله دي عشان تبقى هنا مشدوده تمام، ده عشان بس شد عضله عشان الوجه واحد تحت العين بس، تقعد ايه كده مده مثلا 5 دقائق تمام الناحيه دي، هنا برده نفس الحاجه كده تمام برده 5 دقائق تمام، وبرده هنا كده لفوق تمام علشان التكشيره عشان هنا يا ريت بصي هنا دي كمان دي تجيب ايدها العضله دي بصي، وبعدين ممكن بطريقه دائريه كل مره نفس دائريه. عارفه احنا زمان كانت الستات زمان يعني لما يجي لها مثلا عريس زمان، يعني احنا اصلا انا من سوهاج، كانت الستات زمان طريقه غير تسلم لعيونك غير اراديه، تقعد تقول لك احمر خدود وتعمل كده، انت عارفين الطريقه دي جامده جدا، ما تبقاش عارفه اساسا ان احنا ما كناش نعرف معناها، لكن دي دلوقتي لما دخلت انا في 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 الشغل والتجميل والكلام ده عرفت ان دي اصلا الطريقه الدائريه دي بتقوي عضله الـ الـ الخدود، الخدود نفسها دائريه. انا كل ده فاكره كانوا بيقرصوا وشهم عشان يحمر شفتي كان كده لا يا دلوقتي لا، الحركه دي بقى جيب من هنا لهنا دي حاجات طبيعيه جدا، وهنا بقى تسحبي دي الحته دي مهمه جدا عند دي كل عشان ما يبقاش هنا عندك اللغد كده ده برده هنا برده تسحبي يعني انا مش عارفه تمام دي حاجه جامده يعني بصي وانت قاعده كده فاضيه في البيت نص اليوم في اخر النهار مش معاك اي حاجه كل ادي نفسك 10 دقائق لو كل يوم مرتين يعني في الاسبوع بزيت الزيتون زيت الزيتون لو مش متوفر الارجان وهو ما بيبقاش متوفر دايما زيت الزيتون زيت اللوز كتير جدا في زيت جدا طبيعي الله ابعد عن مثلا البرتقال عشان ده البرتقال الرائحه نفاذه برتقال الليمون النعناع لا يعني بينشفوا الوش كمان ده عشان احنا دوت انا بضيف عليه زيوت ثانيه بستخدمه في البادي عندي في الشغل لكن الزيت الزيتون ده سهل قوي في البيت متوفر كل بيت فيه زيت الزيتون بس حاجه سهله جدا اي حاجه ثانيه عيوني طيب احنا عايزين نعرف كمان
النصايح اللي ننصحها لكل ست عشان تحافظ على نضارة وشها، جمال وشها، بما اننا داخلين على العيد فكل ست عايزة يعني تعرف ايه الحاجة السريعة اللي ممكن تعملها من هنا توقيتا لحد العيد عشان يبقى في اشراقة كده في وشها. عيون اهم حاجة الصبح قبل ما تنزلي بيوديرما، تحط حاجة عشان الشمس. ما اجيش انا انزل اجري كده على الشارع سان بلوك يعني لازم ما يبقاش امشي كده اجري كده واسيب بشرتي تشقق من الشمس. حتى لو في الصيف سوري في الشتاء احط لو كريم عادي كريم ترطيب لازم اعمل كده بس. وبعدين احنا قلنا نقول ايه على احنا بنتكلم على النصايح اللي تنصحيها بس النصايح من هنا للعيد مثلا. من هنا للعيد يا ست بصي حاجات سهله جدا انت بس زي ما قلنا الترمس عندك ترمس تمام. عندك طمي مغربي عندك زبادي بالعسل زبادي بالعسل كل ما تاكلي علبه الزبادي سيبي فيها معلقه حطي على نقطتين عسل سكر وقهوه انا بعمله عندي في الشغل انا عامله برطمانات عندي في الشغل سكر وقهوه حاجه جامده جدا انا عامله لما تيجي اوريكي. طيب قولي لي الطريقه عشان نقولها للمشاهدين. بصي سكر تكون بس السكر البني الخشن سكر خشن تجيب معلقتين سكر معلقه بن ومعلقه زيت زيتون ماشي بس تقلبهم في بعض وتجيب بقى ده التقشير ده اللي بتقشر هتقشر بشرتها تقشير من غير تقشير كيميائي خلي بالك ده جامد جدا وممكن الملح الملح الخشن ملح برده الملح اتقشر الملح برده اتقشر بيه البشره الملح كمان حاجه تانية القوطه هو اجيب لك بقى اخر حاجه نرمو معلش القطايه دي جامده جدا احنا الموضوع معلش هنكمل في حلقه جايه لا احنا اكيد اكيد ان شاء الله في حلقه تانية نتكلم فيها باستفاضه اكتر ونورتونا النهارده وافدتونا سعيده جدا نورتونا نورتوني جدا ونورتونا فعلا اعزائي المشاهدين بصراحه بنبقى عايزين وقت اكتر واكتر معاكم وبنبقى مبسوطين جدا الحلقه يا رب يا رب تفيدكم وانتظرونا اعزائي المشاهدين كل جمعه الساعه 11 على قناه الصحه والجمال في برنامجكم كلام اطباء. السلام عليكم.